السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الجمهور الحبيب. آه يا حبيبي، رحنا زايدين وناشطين وضحك ولعب والدنيا ضربها. شوف تهلا في روحك وكل مليح وشرب مليح ولبس مليح وتهلا في راسك والدنيا راها غادية. دنيا غارة ومغرورة واللي سعفها كلاه الواد صاري لو كل اللي دام راعة قورة ما هو لا بعشرة ولا بولاد، وخصنا نتفهموا مزيان. رحنا زايدين في الحكاية، لا تقولوا الشيخ اللي رانا، الحكاية هي الحكاية. أرنا سيدنا محمد بقى يلغى على الصحابة، يا بنو قريش، يا بنو عمية، يا بنو نخم، يا بنو عبس، يا بنو طي، يا بنو ربيع، يا بنو غصان، يا بنو شيبة، شكون اللي غادي يخرج للقتال؟ كل واحد يقول أنا، كل واحد يلغالو يعطيه الراية يلغى على ابن عمو. الناس كانت متنافسة على الدين وعلى الإسلام، كانت تجاهد في الدين تاع الإسلام باش يعني تطوع الإسلام. أرنا من اللي صبح رب العالمين الجماعة والسيف يأكل، شادوا وقدات النيران ما بقى هرب ولا تلبيد، أقوى طانو طير الريصان والفريس في الأرض سنيد، غير حصد في مروان طاب وجد وقت التحصيل. عمر الأزعر قلبه حقدان، علام حل الجيش المفسيد، الزبير غطس وسط الميدان غير قارب في البحر يميد. أرنا الجماعة من اللي صبح رب العالمين والسيف ياكل اللي يحتاج سهل الليل، شكون اللي بقى في الحرب ما ولاش؟ بقى سيدي أبو بكر الصديق، وبقى السيد عمر بن الخطاب، وبقى سيد الزبير بن العوام الصنديد. احتفت العشاء في عشتين، ظلمت عليهم الظلمة. سيدنا محمد جال الباب وبقى يتفكر الصحابة، يصيب 300 من الأبطال، كل هذه سارت وفنات، 300 من الصحابة اللي لقات ربي، لكن الكفراء الجهلاء العداد. بيتين الصحابة حازنين على هذيك 300، بيتين حازنين. أرنا يا سادات يا كرام، الصباح جا البلاصة نتاع القتال، هو راه يعني غادي يخرج القتال، ولكن سيدنا محمد مهما صلى الصبح وطلب الله، قال يا ربي الإمام علي مريض وهذا العدو، كيفاش نزل له سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، قال له يا حبيبي هذا العدو مازال غادي يقتل 10 من أصحابك، 10 واه. سيدنا محمد مهما صبح الحال قال لهم شكون يخرج يكفي لي شر هذا الكافر؟ شوف ينوض واحد الشيباني في عمره 100 سنة ما باقي له مسكين غير الجلد والعظم، قال له يا حبيبي يا محمد أنا نخرج لهذا العدو ما نلقاش واحد النهار دافي، واحد النهار سخون اللي غادي نموت فيه يا رسول الله. سيدنا محمد شافو اصيب الشيباني ما باقي له والو، قال له يا الشيباني انت بعد راه ما باقي لك والو وغادي تخرج لهذا العدو؟ قال له يا حبيبي يا محمد نخرج له القتال، يا كان ميت ميت، احنا ربي خلقنا عشبان تاع الموت، اللهم نموت في الجهاد في القتال يا حبيبي يا محمد، ولا نولي بيدي خاوينا انا ميت ميت. قال له سيدنا محمد اخرج الله يعاونك. مهما قال له اخرج هذا الشيباني يبكى وضحك، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دار فيه، قال له رواح غادي توريني علاش بكيت وغادي توريني علاش ضحكت. قال له يا حبيبي يا محمد سبب البكاء ديالي عندي زوج وليدات، هذا النهار التالي ديالي ما باقي لي ما غادي نولي لهم، راني عارف راني غادي نتودع معهم. ايوا لكني سبب الضحك ديالي يا حبيبي يا محمد ضحكت على الشجاعه نتاعي، ما نقدرش لهاد الابطال اللي قدامي. اشتد جدكم رسول الله هز الباطن تاعو كيما هاك وقال للشيباني انظر، سمو ينظر هاد الشيباني، ينظر زوج نتاع الحوريات مدابزين على الروح نتاعو، كل وحده تقول غير الخشبه تطيح وانا نتملك بالروح ديالو بواحد العرس اللي ما ياتيه زمان. الشيباني ناض سلم الرسول الله ما بين العينين وقال لي هتبقى يا الدنيا على خير، واسمع ما اقول. جا خارج، مهما جا خارج قال له يا الشيباني انت فين غادي؟
ثم العرب قال له لما تزيروا صيفطونا اللي هو قريب للموت. قال له مالك يا عدو الله، تاكل نعمة الله، شرب الماء نتاع ربي، دير ربك من الأوثان، أرى ما عندك. شاد معاها الجماعة، ما كانش 5 دقائق الشيباني مات. جاء الثاني كيف كيف، جاء الثالث كيف كيف، زاد قتل الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم الصحابة، قال نعم، قال لهم بلعوا البيبان تاع المدينة، هذا ما كاش اللي غادي يرد لنا ذرعو. قالوا له السمعوا والطاعة. بلعوا البيبان تاع المدينة، اسمه دار جدك رسول الله، جلسوا معه وبقى يبكي. سمع الحباب، سمعوا هنايا البكاء تاع سيدنا محمد، اش غادي يصرى؟ يعني اسمع اش راه غادي يصرى، والحكاية راحنا زايدين فيها القدام. هذه الحلقة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي متبعيني في القناة وكيصوني عليا وكيقولوا لي يوميا رحنا نستناوك على الحكاية، رحنا متبعينها، والحكاية اللي لعب الدور، والحكاية هي اللي عليها الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.